هاي أنا سلمى. بهذا الفيديو رح نقلب سوا كل المقاييس ونغير كل تفكيرنا لكيف منعيش ومنشارك تجاربنا اليومية وذكرياتنا، كله بفضل آخر إصدارات سامسونج. بهذا الفيديو رح نقلب سوا كل المقاييس ونغير كل تفكيرنا لكيف منعيش ومنشارك تجاربنا اليومية وذكرياتنا، كله بفضل آخر إصدارات سامسونج. رح نبدأ مع الجالكسي S7 والجالكسي S7 Edge. الديزاين كتير إليجنت، الأطراف الخلفية صارت منحنية لتسهل استعماله بإيد وحدة لدرجة إنه جهاز ما رح يفارقكم. أضافت سامسونج ميزة الـ Always On Display. شو يعني؟ النوتيفيكيشنز اللي بتوصلكم، الصور، الساعة، الكالندر، كلهم رح يبينوا هو والجهاز مغلق من دون استهلاككم للبطارية. وعلى فكرة فيكن كمان تعدل الديسبلاي مثل ما بدكم. خبرية حلوة، مع الجالاكسي S7 والجالاكسي S7 Edge صرنا قادرين عن جديد نزيد مايكرو SD توصل لل 200 جيجا بايت. سيريسلي، وإذا كنتوا بحاجة لخطين، واحد للشغل وواحد لحياتكم اليومية، ما عاد في داعي إنه تطفوا جهازكم لتنتقلوا من خط للتاني، لأنه صممت سامسونج سيم كارد تراي بطريقة تساع الخطين بنفس الوقت. إمبرسيف. ما صار شي، سامسونج كتير كول، ما عاد في حاجة تعتلوا هم المي. جالاكسي S7 والS7 Edge صاروا محميين من المي والغبار بمعيار IP68. لحظة، جهاز ممكن يوصل لعمق متر ونص تحت المي ولمدة 30 دقيقة. وشوفي بعد، وشوفي بعد، رح فرجيكم. وسعت سامسونج عدسة الكاميرا ل 1.7F وزادت عليها دول بيكسل سنسور، وبالتالي صارت العدسة تستوعب كمية أكبر من الضوء لتحصل على أفضل الصور بفترة الليل. ليديز، هيدي فرصتكم لتتقنوا كل صورة بتاخدوها بالليل وين ما كنتوا، وحتى لما تكون الإضاءة كتير خفيفة. بكبستين سريعين رح توصلوا على الكاميرا وتاخدوا سيلفي مع فلاش. يس، لأول مرة زودت سامسونج جالاكسي S7 والS7 Edge بكاميرا أمامية مع فلاش. وبالنسبة للفوكس صار دقيق وسريع لدرجة إنه حيا لحركة مش متوقعينا رح تكون إن فوكس وتبين بأداء تفاصيلها. ريمايندر، أنا لازم أكون على الريد كاربت هلا مع كل المشاهير والنجمات، بس قبل رح أقدم لكم لمحة سريعة عن ساعة الذكية Gear S2 من سامسونج. بعد ما تعاونت سامسونج مع المصمم الإيطالي أليساندرو مانديني لتقدم لكم ألوان وأشكال متنوعة بتناسب كل إطلالاتكم، أعلنت سامسونج عن إطلاق نسخة كتير لكجيريوس بتوقيع المصمم ديكري سوغورنو. أولاً رح تتمتع بنفس ميزات الجير S2 اللي صرتوا تعرفوها، بس المفاجأة إنه رح تكون مرصعة بالدايموندز مع غلاف من الذهب. وهلأ تنرجع للريد كاربت، شو بدي ألبس؟ في حال كنتوا بتحبوا تكتشفوا بلدان جديدة، تقدروا 360 فيديوز، تلعبوا جيمز، أو تكونوا بأي إيفنت مثل كان أو ريد كاربت، وجير في آر بتقدم لكم فرصة دخول عالم الواقع الافتراضي. شاشة سوبر أموليد، والوزن أخف بـ 19% من النسخة الأخيرة، مع واجهة أوسع وتاتش باد بيسهلكم عملية التحكم فيها. قلب الصغير لا يتحمل. سو، شو رأيكم؟ هيدي النسخة الأخيرة من الجير في آر اللي بتتوافق مع كل الأجهزة الجديدة من سامسونج جالاكسي مثل نوت 5، S6، S6 Edge، S7 والS7 Edge. قبل ما انهي حب أعرفكم على الجالاكسي انترتينر، أبليكيشن من سامسونج كتير بتفيدني بحياتي اليومية. بعد ما تنزلوها وتتسجلوا فيها رح تستفيدوا من عروضات متنوعة ببلدكم، بلدان كتيرة. ولتكتمل التجربة فيكن تشاركوا أي أكتيفيتي اخترتوها على انستغرام مع هاشتاج جالاكسي انترتينر. وأخيراً ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناة دنيتي وتعملوا لايك شير وتشاركوني آرائكم بخانة التعليقات، وتتواصلوا معي على تويتر وجوجل بلاس على سلمى قاسماني.
باي.